تحني فيك بطل. عملت لي 9 قضايا وتحبني نخدم؟ شنو 9 قضايا؟ انا عملت بك 9 قضايا. عندي وثائق 9 قضايا عملت لك. انا عامله بك قضيه في العقوق. اي انا عامله بك قضيه في العقوق. اي عندك اثنين. وعامله بك قضيه في النفقه لازمك تنفق عليا. لا والله انا بك محلالي حتى شيء. هذوما عاملتهم فيك وانت عامل بيا 20,000 قضيه وقضيه. لا المحكمه موجوده ما عملت لك حتى قضيه. اي هي شو مش قاعد يعملوا تدي الحاكم قاعد قال لك انت على باب حبس لانك انت عاق والديك. لا ما ندخلوش ماكش بشر عاق والديك ولسانك طويل واللي تقبيح. لا واللي تقبيح انا نحكي في الحق جمله واحده يا خساره والله يا خساره تربيتي فيك يا خساره يا خساره نفسك الحليب اللي رضعتي لك يا خساره اللي سهرت عليك النوم يا خساره يا خساره يا خساره في كل شيء يا خساره في كل شيء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا العم يا خساره يا خساره فيك يا خساره انت قبلت ما عادش عندك لا مخ ولا عندك سيس يا خساره تعرف اني مش عاجبني فيك عبد القادر شنو هو وكيف اولا تحكي باستهزاء مع امك وتضحك وكانك تتشفى وكانك جايبها البرنامج عندي ما قلتش تتشفى فيها قدام الناس اولا انا لا اسمح لك بهذا هذا من ناحيه هذا من ناحيه لا لا ما تبكيش هذا هو الصحيح انا كنت صحيح جبت كبرت وربي وفي الاخر جايب لي التلفزي عمل لي ايه ولا ما عندي شيء انظف بالله الحمد لله رب العالمين برمش برمش جدي برمش 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 ايش اقعد بحذاك اقعد بحذاك اقعد بحذاك اقعد بحذاك شوي فاروق لحظه عايش وصلتي وصلتي اكتشف على عينيك عايش تمام حبيبي انسان حيوان انسان موش عبد سمع بهذا الكلام وين جيت اقعد بحذاك جيت اقعد بحذاك غيرني حبي اقسمي عايش ولدي انت اقعد بحذاك ايش حاره امي بها امي هذاك احنا ما نتصرفوش بيك وما نعبروكش وانت شوف يا عبد القادر نعم راك تحكي بطريقه فيها برشا عيب يا عبد القادر ولا تليق نحكي بالحقيقه سي علي استنى انت قلت كلمه ما هيش باهية مش في بلاصتها قلت لأمك ما تراش فرنك حتى ولو يتقص راسي أولا إيه مادام مش... استنى خلينا نتكلم أولا المرأة هذه مش قاعدة ليك كما أنت ولدها كما عندها زوج أولادها الأخرى داكوردو وربي فضلهم اثنين إذا كان خليتك تتكلم هكا راو مش لأنك باش تهين أمك وباش تعملها معاملة سيئة وباش تبكيها قدامي لا لأني نعتبرك نموذج من اللي موجود في المجتمع